احنا بدأنا عمل بروتوكول مع سيد المحافظ، بدأنا مراجعة كل المواد السنوية من 1/4 خلصنا 1/5، عرضنا على سيد المحافظ اللي احنا نبتدي نشوف نتيجة المبادرة ايه، نعمل لهم امتحان زي الثانوية العامة بمراقبين بكنترول. وده اليوم الثالث النهاردة، تاريخ وفيزياء، وزي ما انت شايف اللجان زي الثانوية العامة بالبوكليت بتاعها بكل حاجة. احنا عايزين نعرف المشاهدين ايه الهدف من هذه المحاربة، الدروس الخصوصية والسنتر. النهاردة انا بدخل الطالب، بعمل له وجبة خفيفة، بديله الملزمة مجانا، زعلوا على قناة مصر الزراعية كل يوم من 10 ل 12، موجود على بوابة الأهرام، حتى الملزمة حاطها له على موقع الأهرام، ممكن يتبعها، موفر له كل حاجة. ماذا لو نجحت هذه التجربة؟ المفروض الدولة بقى تبتدي تعممها. احنا مقدمين دراسة لسيد المحافظ على أساس إعلانها على سيد رئيس الوزراء، على أساس المبادرة دي تتعمم على كل الجمهورية، وفي نفس الوقت مقدمين له حل برضو بخصوص المدرسين، ازاي نزود مرتباتهم بدون ما نكلف الدولة أي حاجة، وفي انتظار ان سيد المحافظ يعرض على سيد رئيس الوزراء. طبعا الطالب ممكن يقول لك ما فيش فرق ما بين المبادره وهنا والمدرسين، والمدرسين طبعا بره يبقى احسن من هنا، تقول يا فندم نفس المدرسين مجانا، هم نفس المدرسين اللي بيدوا في السناتر، هم اللي هنا مجانا. يعني اختيار المدرسين بناء على اساس الكفاءه. احنا قعدنا 20 يوم لغايه لما اجمعنا كلنا على المجموعه دي. الناس دي لها اسم، الطلبه بتحبها جدا. في مدرسة المدرس العربي الأستاذ ناصر دوت، كان في عندنا كثافة لدرجة في البدرشين اضطرينا جبنا الأمن، في السعدية اضطرينا جبنا الأمن هنا برضو. مدرس الكيمياء كان في كثافة، مدرس الفيزياء كان في كثافة، جالنا ناس طلبة من محافظات تانية، جالنا من الفيوم، جالنا من مصر الجديدة، جالنا من مدينة نصر، جالنا من بني سويف. فابتدت تحصل كثافة، ابتدينا نعملها من الساعة مثلا 10 ل 12، ورايح المدرس الساعة يبدأ من 1 ل 3 عشان نخف الكثافة. بس كده، وبالتوفيق لكل الطلبة بإذن الله. والله هي مبادرة عايزين نتعلم الفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى يجعل معالي الوزير المحافظ اللي تفضل معاليه بالفكرة، ونسق مع معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي، ووجهت الوزارة بأن احنا نشرف من خلال مديرية التربية والتعليم على كل الآليات اللي بتتم. وبالفعل تم اختيار عدد من المعلمين المتميزين والموجهين اللي بيقوموا بالمهمة مجانا، وده أكد عليه معالي الوزير المحافظ وأكدت عليه الوزارة. وكانت معنا إحدى المؤسسات المحترمة اللي هي دعم لوجستي كامل للولاد وللمعلمين أثناء فترة أداء المهمة بتاعت عايزين نتعلم. قعدوا طول شهر إبريل يدرسوا مجانا كل المواد الدراسية للثانوية العامة، وفي امتحان تجريبي احنا أوصينا أن لازم يكون مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية اللي بيعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مع السادة مستشاري المواد الدراسية، عشان يكون صورة يعني كتجربة حقيقية لامتحان الثانوية العامة الفاينل النهائي. ودي مبادرة استهدفنا بيها الطلبة اللي هم غير قادرين على انهم ياخدوا دروس خصوصية بمبالغ كبيرة، والمعلمين نفسهم الكبار اللي اساميهم متميزة اللي معروفين هم وافقوا يدوا مجانا. وده نوع من يعني بيعيد للمعلم اسمه تاريخه اللي كان عليه سابقا، لان احنا معلمين هم اللي علموا العالم العربي كله والافريقي. فجدير بالذكر ان احنا نبدا جوه بلدنا وجوه محافظه الجيزه اللي هي تعتبر فيها البدرشين اللي هي العاصمه الاولى لمصر. فاحنا بحيي مدرسين الجيزه، وبحيي كل اللي شارك في المبادره، وبحيي المؤسسه اللي دعمت هذا الامر، وبحيي كل وسائل الاعلام اللي هي ساعدتنا ودعمت ولادنا. الحقيقه جم اعداد كبيره جدا من كل المحافظات، ما قدرناش نقول لحد لا. واذا كانت مبادره طيبه مدتها شهر وخلاف الامتحانات، فاحنا عايزين بعد كده نعممها على مستوى الجمهوريه وتبقى الفكرة اكبر واحسن ان شاء الله. ازاي نقدر نعمم هذه التجربه على مستوى الجمهوريه؟ والله هو بيبقى قرار من معالي الوزير التربيه والتعليم، ويبقى في رغبه وهدف عند كل مدير مديريه انه يتعاون، وانه يخصص اماكن، وانه يدعو المعلمين لهذه المبادره والطلاب، لان لازم احنا عاملين بروتوكول تعاون ما بين المؤسسه والمحافظه ومديريه التربيه والتعليم. عشان هو عمل متكامل لازم يبقى المثلث اضلاعه الثلاثه مشتركه في العمل. فلو كل مديريه يعني كان عندها نفس الحماس بمحافظ قوي يعني يدعم العمليه التعليميه المجانيه، فده شيء طبعا هيعمم على مستوى الجمهوريه. فالفكره انها تنبع من الداخل اولا. يعني مبادره عايزين نتعلم ترجمه لكلمه فيها حاجه حلوه، برعايه سياده اللواء المحافظ كمال الداري معالي الوزير، وبالتكاتف مع
مديريه التربيه والتعليم بالجيزه مع منظمات العمل المدني والمؤسسات الخيريه والرعاه قدروا يقدموا للطلبه مراجعه شامله لكل المواد المقرره عندهم الاساسيه كلها اللي هيمتحنوا فيها كل ماده 4 ساعات. شوف بقى لما ماده درست في سنه كامله انت بتقعد الطالب بتشرحها له في 4 ساعات على يومين عشان تقدم معلومه سهله وتثبت في عقل الطلاب ويعوزها وقت ما يعوزها يلاقيها. كان لازم انتقاء مجموعه من المدرسين، مش اي مدرس اشتغل في المبادره. نجاح المبادره انا بقدم شكر بعد بقى سياده اللواء والمديريه، شكر لكل المدرسين اللي قاموا بالعمل بصراحه، لان هم اللي خلوا الطلبه دلوقتي لما بتحب تراجع بتدخل على قناه مصر الزراعيه على بوابه الاهرام ويسمعوا المحاضره بيستفيدوا بيحلوا. واتبعنا ده بامتحان تجريبي على نمط امتحان اخر السنه، نزيل الرهبه من الطالب، نعرفه ازاي يتعامل، يقسم وقته، يقيس مدى استفادته من المبادره قياس نافع. وان شاء الله انت خد راي اي طالب هيقول لك على الاستفاده من المبادره. كان ليها اهداف ان احنا نقول للطلبه ان التعليم موجود في المدرسه وان التعليم تاخده من مدرس من الوزاره. السناتر ما انت مش ضامن مين. طبعا ما هي مجانيه وبياخد ملزمه مجانيه وبياخد معلومه واثق انها صح لانها من مدرس متخصص بيتبع وزاره التربيه والتعليم. دي اهم حاجه في المبادره، هي دي اللي ادت الثقه للطلاب ان هم يجوا ويقولوا لزمايلهم ويسمعوا بالليل. الطالب في الاخر بيبقى مشوش ما بين السناتر، الطلبه لو رجعت المدارس التعليم موجود. كان في تكدس في مواد زي اللغه العربيه وزي اللغه الانجليزيه وزي الرياضه في البدرشين، ابتدينا نعمل معاد تاني بعد الظهر، يعني يبقى من 10 ل 12 المجموعه تمشي ومجموعه تانيه تدخل من 1 ل 3. فان شاء الله هتبقى الطلبه يعرفوا قيمتها مع الامتحانات باذن الله. الهدف الرئيسي طبعا اولادنا الطلبه والطالبات، سواء بقى القسم العلمي او الادبي، ان احنا طرحنا على السادة المدرسين والموجهين في كافة المواد سواء ادبي او علمي اغلبهم مدرسة سعادية، طرحنا المبادرة عليهم، رحبوا جدا بالمبادرة وابدوا استعدادهم ان هم يدوا المجموعات التقوية للطلبة والطالبات مجانا بتبرع منهم. دي اهم حاجة في المبادرة، ايا كان بقى الحاجات التانية مش ده المشكلة. فدي بالنسبة لنا أول تجربة نعملها، والحمد لله الحمد لله يعني نجحنا خلال شهر إبريل مراجعة كافة المواد للطلبة والطالبات سواء المجموعات اللي هي بتاخد هنا في مدرسة السعادية أو المجموعات في بدرشين في دار المناسبات بجوار مدينة البدرشين. كان في إقبال أكتر من المتوقع، كنا عاملين حسابنا على اعداد عشان معينه تستوعب الشرح طبعا ما يبقاش فيه اعداد زياده تاثر على شرح المدرس او الموجه اللي بيشرح الماده. الامتحانات الحمد لله الامور ماشيه. بالنسبه للامتحانات عدينا، تفقدنا النهارده ماده الاحياء في القسم الادبي والفيزياء في العلمي. الطلبة كلهم والطلبات مبسوطين بالمبادرة، بنسألهم على المراجعة النهائية في المادة، يحبوا يوجهوا أسئلة المدرس ويرد عليهم استفادوا أكتر ولا يشرح وبعد كده نستقطع وقت للأسئلة. أغلبهم فضل التانية، يعني إن هم مدرس يشرح لهم الحاجات المهمة وهم يطرحوا العديد من الأسئلة عقب انتهائهم من الشرح. يعني لو نجحت هذه المبادره وتم السنه القادمه العدد بكثافه للسنه. انا اتمنى، انا يعني بصراحه من المخطط العام المقبل باذن الله ان شاء الله يعني نكتر من الاماكن. طبعا القاعه عشان نلاقي قاعه تسع 250 و300 كان فيها اوقات طلبه كتير بتيجي، والغريب طبعا احنا كنا عاملينها للطلبه والطلبات محافظه الجيزه، ان جالنا محافظات اخرى، جالنا طلبة من الفيوم وجالنا طلبة من بني سويف والقليوبية ومن القاهرة. يعني طالبة وأنا بسألها دلوقتي عن سكنها مصر القديمة وجت وبتمتحن وحضرت بعض المواد يعني في الشرح في المجموعات التقوية، يعني ف
فان شاء الله باذن الله نكتر من تلك المجموعات ونستفاد من التجربه في اي سلبيات حدثت. يعني كنا محاربه الدوسه الشخصيه دي كانت طبعا كلهم متضررين، يعني اغلب السناتر سواء بقى في مناطق الدقي والعجوزه والهرم وفيصل، في مناطق احياء كتير جدا متضايقين جدا من المبادره اللي عملناها. في اول يومين ما كانش في اقبال قوي، يعني العدد المتوقع بالنسبه لي يعني، انما كان موجود. الاعداد زادت بعد كده يوم بعد يوم. النهارده حضر الامتحانات مثلا زي يوم زي النهارده 137 طالب وطالبه اللي تقدموا وجم بعد انتهاء المبادره وقدموا اسمائهم وخدوا رقمهم ان هم يجوا يحضروا جميع الاختبارات سواء ادب او علم. يعني استعدادات محافظه جيزه لشهر رمضان الكريم وامتحانات الثانويه العامه. طبعا بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه نسقنا مع قطاع امن الجيزه لتامين اوراق الاسئله ونعلها الكنترولات. الخدمات هتبقى خدمات امنيه موجوده امام ومحيط كافه المدارس اللي يتم فيها امتحانات الثانويه العامه. بالنسبه لاستعداد شهر رمضان نسقنا مع الغرفه التجاريه وعندنا 10 منافس في الجيزه في الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى تفضل مجلس الأمناء وجمعية مستثمر أكتوبر والجهاز أكتوبر بإعداد خيمة رمضانية أيضا أهلا رمضان، وبالمثل بالنسبة لمدينة الشيخ زايد. نتكلم النهاردة كمحافظة 12 منفذ للسلع الغذائية والاحتياجات الضرورية وكل الاحتياجات اللي أي ربة منزل أو محتاجها بالنسبة لشهر رمضان، يعني كافة السلع يعني. الأسعار أقل من السوق بكتير يعني.